حاسس بفرح، بس احنا مش هينفع نكمل مع بعض. دايما بتسأليني أسئلة محرجة. أهلا، واضح أنا أحمد مجدي. يا ترى في أسرار ما قلتهاش لحد؟ مستحيل، أصل أنا مش الشخص ده. أنا كل الناس عارفة عني كل حاجة، يعني في 3-4 عارفين كل حاجة أصلا. مش بعرف أخبي أوي بصراحة. أغرب عادة؟ لأ كتير كتير. مش عارف أبدأ منين. أنا مش ظريف شوية مثلا في بيتي، إن أنا كل حاجة في مكانها، عارف كل حاجة فين. يعني تقولي لي مثلا ما عندكش دبوس مثلا طوله قد كده، فأنا هقول لك في المكان الفلاني. ولما حد بقى من صحابي مثلا يبقى قاعد عندي كام يوم أو كده ويغير حاجة أو بتاع، بتقفل جدا. فدي حاجة طبعا مرضية شوية بحاول أظبطها. بحب ارمي صواريخ من بلكونة على الناس، واحب اطلع على السطوح بالبتناج. باتمان طبعا، باتمان عشان البس البدله وهو مش موجود. ممكن ايه كمان؟ انا بحب قوي برضو اسمه ايه ده، باكس باني برضو بحبه، يعني ذكي جدا ورخم بحبه قوي، بحب ابقى جنبه برضو اعمل معاه حيال وكده. الحاجات الصعبة اللي نفسي اعملها كتير، نفسي انط طبعا من الطيارة، ونفسي اعمل دايفنج، نفسي بقى طبعا انتج فيلم كبير، نفسي اخرج عمل كبير. يعني في حاجات كتير فيزيكال، تحديات ليها علاقة بالفيرز، وفي حاجات ليها علاقة بالطموحات طبعا والاحلام الفنية، حاجات كتير لسه. وفي حاجة بحبها في نفسي بس هي مش حلوة قوي، بس هي عمرها ما خذلتني، ان انا دماغي ناشفه شويه. لما بعوز حاجه او بركب دماغي على حاجه، يعني حتى مهما مين قال لي ما تعملهاش بعملها. فدي حاجه مش لذيذه للناس اللي حواليا، وبتتعبني لان الناس اللي حواليا بيتعبوني، لكن عمرها ما خذلتني. لما افقد ثقتي بنفسي في وسط مكان يستدعي الثقه بالنفس، ان انا ابقى لوحدي، يعني ان انا ابقى سيبوني لوحدي، اقعد لوحدي ما اعملش حاجه. بحب اقعد في البلكونه اتفرج على النيل، بحب انزل بالموتوسيكل. دي اكتر حاجه بحب اعملها لما ابقى لوحدي. هو انا في مخاوف كتير من وانا صغير كنت بشتغل عليها، يعني الخوف من الضلمه اشتغلت عليه وهزمته، الخوف من الحاجات المقفوله هزمتها. بس هو طول الوقت معركه هزيمه المخاوف دي، او يعني حرب المخاوف دي موجوده. ياما الواحد غار من حاجات كتير ومن ناس كتير طبعا. وبس هو يعني هو شعور انسان جدا غير، ولكن لابد التعامل معاه فورا، لانه ممكن يتحول لحاجه سامه جدا ليا وللاخرين. بلدي جدا، وما اعرفش ابعد عن القاهره بالذات اكتر من اسبوعين. شكرا، واضح.